السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا خالد الجميلي. نجوم العلوم عاد بموسمه الرابع على التوالي، فنحن اشتقنا إليكم واشتقنا أيضاً إلى أجواء العلم والعمل، وأنتم حتماً تريدون المزيد من الابتكارات والاختراعات. البحث عن مبدعين شباب عرب مستمر، والملفت أنه قبل الإعلان عن موسم الرابع من البرنامج كان طلبات الاشتراك قد بدأت فعلاً بالوصول إلينا. ألف طلبات ناقشتها لجنة التحكيم في ثماني محطات للتصفيات الأولية شملت ثماني دول عربية لتعود إليكم بأفضل العقول وأحسن الابتكارات. لكن قبل خلونا نستعيد أجواء المواسم الثلاثة السابقة في التقرير التالي. ثلاثة مواسم مليئة بالشغف العلمي، عشرات المبدعين الشباب العرب، وأحلام كبيرة لا تنتهي. هذه هي قصة نجوم العلوم، قصة يعيش فصولها 16 نجماً، يتخطون أحداثها ومراحلها الأربعة، من إثبات الفكرة إلى الهندسة، في التصميم في الأعمال، ساعين إلى تحقيق الحلم. الحلم برؤية أفكارهم تترجم اختراعات حقيقية، حاصدين الجوائز، جوائز تساوي قيمتها 600,000 دولار أمريكي. في كل موسم مبدعون وابتكارات وتحديات، لحظات إنسانية وعلمية، فرح وخيبة، طموح ومثابرة، والمسيرة لم تتوقف. والدكتور فؤاد مراد ما زال رفيق الدرب الأول والأخير. النجمة الرابعة بدأت تلمع، وفي بريقها ملامح رجل قادم ليشارك في صياغة القرار. إنه الدكتور إبراهيم صالح النعيمي. ثلاث أشهر من التعب، ثلاث أشهر من السهر، حققت وأصبحت حلم وواقع. هذا والحمد لله. المبدعون مستعدون للانطلاق صوب اللقب الرابع. الرحلة تعد بأجمل اللحظات، وتعد بمستقبل مشرق للعالم العربي. ثلاثة أهرامات، سد عالي، وأبو الهول، أم كلثوم وعبد الحليم، وأهلي وزمالك وفول وطعمية. نعم، أردنا مشاهدة كل ذلك، لكن أيضاً أردنا إيجاد المبدعين. المحطة الأولى في جولة التصفيات كانت في مصر. مصر 85 مليون نسمة، منها كانت الانطلاقة. وصل فريق العمل وبدأت التحضيرات الفنية والتقنية لتجهيز موقع التصوير الخاص بنجوم العلوم، موقع يليق باستقبال المخترعين الشباب. الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة، جامعة تميزت بنهجها الأكاديمي وهندستها المعمارية. للسنة الثالثة على التوالي كان الدكتور ماهر يونان عميد كلية الهندسة حاضراً ضمن لجنة التحكيم. دكتور يونان صاحب خبرة تفوق 30 عاماً في تدريس الهندسة الميكانيكية، حائز على العديد من الجوائز لمؤلفاته وإنجازاته في مجال الهندسة الميكانيكية، أهمها جائزة الكتاب المتميز في التصميم والتحليل. أنا ثالث سنة لي أشترك في نجوم العلوم، شاهد على النجاح والتطور الجميل اللي حاصل فيه. متوقع نجاح هيثم، يشجع شباب كتير قوي يتقدموا السنة دي، وحاجات تكون لها مستقبل عظيم إن شاء الله. يا مصر قومي وشدي الحيل. ومصر بكامل مبدعيها الشباب لبت نداء نجوم العلوم. مصر ودول أخرى بلشين اليوم متفائلين جداً إنه بموسم الرابع لنجوم العلوم النوعية أصبحت تحدي كبير. أول مرة أشارك في هذا الموسم الرابع، واضح إنه من التجارب السابقة إن نجوم العلوم بدأ يأخذ موقع في العالم العربي بين الشباب. فالمشتركة الأولى شابة ليبية تحب تغيير حذائها يومياً من دون تغييره. بلشين الموسم الرابع أنا وزملائي وعم نبرم بالعالم العربي على المخترعين العرب الشباب. أنا أينور تاتنيكي من مصر. أنا اختراعي هو إزاي أنا I integrate
flat visual display into fashion icons like shoes and like clothing. ما هو اقتراحك في الحذاء الجديد؟ ان انا هحط له الفلات 2D and 3D screen, ودي هقدر بيها ان انا project الكولرز والباترنز حتى البيكتشرز على this shoe. يعني الshoe, this kind of shoe, it can change colors according to a certain time you want. It can change patterns and it can change, actually you can put your own pictures inside. المكان اللي فيه الهيل هو المكان اللي انا بحط فيه الميموري تشيب. الميموري تشيب بتاعتي دي بيبقى عليها الداتا. Let's say انا خارجه طول اليوم وعايزه اغير the color of my shoe, then I have a memory chip that says I can just press a toggle and the color of my shoe changes على طول. انا شخصيا بقول لك فيني استقبلك بالمرحله الثانيه بس بتكوني جاهزه. هيدا صوت واحد, بس عندك صوتين. I'm terrified. I'm so scared. I'm like keep it together, but I'm terrified. Extremely terrified. أنا شايف إن الفكرة كويسة, يعني أنت ردك برضو ذكي في إنه صوت لذكائك. لا, you know that people that you're targeting, يعني which is good. نشوفها إن شاء الله في المرحلة الثانية. ده توعدنا إنه بتعمل لنا شو؟ نشوف حذاء قدامنا. ونعطيه السايز تبع زوجته عشان ناخذ واحد. انا ما عندي مال. طيب نرحب فيكي بالدوحه والمرحله الثانيه. مبروك. انا فرحانه قوي لاني انا كنت مرعوبه قوي قبل الشو, وكمان اداني زودني اكتر بسيلف كونفيدنس وخلاني ابقى متحمسه قوي انه اشتغل واروح تو ذا نيكست ستيب. اينور تاتاناكي أدخلت المعلوماتية إلى عالم الموضة ودخلت إلى نجوم العلوم لتنهي احتكار الإيطاليين لصناعة الأحذية. كفكرة عامة, هو أنا لو عندي شوية مية ولو خبطت الخرز دوت وأنا في إيدي المية على السطح, الخرز هيرتد. جاء محلك بفتكر نحن فينا نستوعب إنه إذا خبطت المية على اللوح بيضل جزء من الماي على اللوح, ما في داعي يعني طرطشنا ماي. انا شخصيا من دول الخليج اللي تستخدم تحليه المياه, ما اظن انها بتناسبنا في ما بتناسب تكون. لا ما تناسب. ابتكار تحليه المياه كان مالحا جدا على الدكتور ابراهيم, والنتيجه كادت تبلل الدكتور فؤاد ورفض المشروع بشكل قاطع. بلال مجدي 21 سنة. أنا بتوقع من لجنة الحكم إن يعجبهم المشروع بنسبة 99.99. بدك تعلي صوتك أو تحكي على مهلك لأنه ما عنا فهمني. الاختراع عبارة عن بدلة إنقاذ بحري, وظيفتها إن هي في حالة حدوث الحوادث البحرية يستطيع كل أحد ركاب السفينة بإن هم بارتداء البدلة. وظيفة البدلة إن هي بتتحمل ضغط انفجار لغاية 2 ضغط جوي, بتتحمل درجة حرارة من أول سالب 30 سلسيوس لغاية 1500 سلسيوس, بتابع سمك القرش وأسماك البرتودة. تحمل 1500 سلسيوس؟ درجة الانصهار بتاعها. درجة الانصهار بتنصهر عند خلص ما لها شيء. يعني بالتقريب يعني قول ما بعرف. لا 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 بالتقريب يعني التقريب 2000 سلسيوس. 2000 سلسيوس. هذه ما سمعتش الحقيقه عن بوليمرز. سمعتش عن بوليمر بتاع, يعني استفزتنا كلنا. كفي اكيد. و شو هسه هيدي البدله, بعدين هاي البدله بتطعميك انت وبالبحر على 6 اشهر كمان. طبعا. كيف بتطعميه وشو بتطعمي؟ صوت سمك. شو بدك؟ صيدي سمك. انت هيدي البدلة انا حسب ما اقراها هون فيها شي 100 اختراع. يعني حل الفود سكيورتي بالعالم. انا عايز اشتري هالبدلة, مش ضروري راح انزل بها بس ناكل. بس ناكل منها 6 شهور. صوت لك لا شخصيا. شو دكتور ابراهيم؟ لا معك. هو متضامن معي مش معك. انا متضامن معك. لا يعني هذا محتاج إعادة نظر في المشروع. لا. طيب. الله يوفقك. شكرا. بذلة الإنقاذ البحرية غرقت في بحر لجنة التحكيم ولم تستطع أن تتحمل حرارة 2000 درجة مئوية. بلال مجدي تقبل الرفض برحابة صدر, أمر لم يتكرر مع بقية المشتركين. مشروع الحرب بسرعة الضوء خرج من حسابات اللجنة بأسرع من الضوء. اختراعي هو الحرب بسرعة الضوء.
إذا جبت أنت ليزر من السوق وركبته على الطيارة هيدا منو اختراع. ما هي خبرتك السابقة في مجال الليزر يعني؟ ما ليش خبرة سابقة. نحن أخذنا فكرة بفتكر أنك أنت ما بتعرف شو هو الليزر. سامع فيه. سامع بالليزر بس ما بتعرف شو هو الليزر. عندك إجماع اللجنة؟ لا. لا أنا مش موافق باللجنة. أنا هنفذ البحث من غير موافقة اللجنة وهتصرف بأن أنا أشتري أجهزة ليزر من برا. اختراعه هو عبارة عن نظرية في سرعة أكبر من سرعة الضوء. المشكلة في النظرية إن هي محتاجة إثبات. عم تحاول تتواصل والناس شافوا أفكارك ما حدا تواصل معك لأنه برأيهم أصحاب الاختصاص إنه هذا جنون. صراحة متوقع كده. ماشي. أنا مش معترض على رفضهم ليه لأن أنا مقدر الليمت بتاعهم يعني ليهم حدود معينة. أنا سوف أطرح اختراعي على لجنة الحكام، تمام؟ سوف يدهشون به، سوف يغير مجرى العالم كلياً. اختراعي يعمل ثورة في العالم كله؟ مشروعي سيكون ثورة في إنتاج الطاقة النظيفة. بصراحة يعني حاجة مضحكة إن بعضهم يعني يتوقع إنه يحل كل مشاكل العالم. سوف أكون خليفة لأديسون. أنا سعيد. الحمد لله. واستمرت الثورات في بلد الثورة. الكل يريد تغيير العالم، لكن كيف نحقق ذلك مع مشترك نسي عمره واسمه؟ أحمد عبد الرحمن عبد الوهاب زارع. أحمد عبد الرحمن عبد الوهاب زارع. أحمد عبد الرحمن زارع 25 سنة. أحمد عبد الرحمن زارع 26 سنة من مصر. أحمد عبد الرحمن زارع 26 سنة من مصر، تخصصي بايوكيمستري. المشروع يعني يعتبر كمنتج موجود في السوق قبل كده. انا نعطيه جائزه الصراحه والصدق. في روبوت ديب كليننج؟ لا مفيش روبوت ديب كليننج. بتحب اعطيك سايت؟ yes. يعني اذا مختلفين على هذه النقطه ما فينا نكفي. الاحلام الكبيره استمرت بالتحطم، والدكتور ابراهيم اصيب بخيبه امل كبيره. يعرض الواحد فكره او يبدا بقضيه كبيره والفكره الصراحه صغيره جدا، يعني ما فيه شيء جديد. إلى أن أتى أحمد عبد ربه مع حقيبة الكشف المبكر لالتهاب الكبد. الحقيبة ألهبت الأجواء. الأشخاص الذين يستفيدون من هذا الاختراع هم مرضى فيروس سي. سوف أعرض عليكم اليوم إن شاء الله ابتكاراً فريداً من نوعه في مجال البيولوجيا الجزيئية، وهو عبارة عن كاشف جيني مبدئي للتعرف المسبق على مدى استجابة مرضى التهاب الكبد الفيروسي سي للعلاج المزدوج بالإنترفيرون والريبافيرين. طلع لي منتج. إيه المنتج وإيه هو؟ المنتج العلبة دهيت. هيدي الكيت مانا نوفل. يعني هو البحث بحد ذاته كان في شيء اسمه جديد. تمام. ولكن منو ابتكار لمنتج؟ هذا رأي شخصي. بدل ما نعمل كل سوكيت على كل سوكيت راجل اسرائيل على هيبقى عندنا اتش سي في ريسبونس كيت بس. اوكي مثل عندك انا اشوف شغلك ظريف وانا ارحب فيك. الله يكرمك. انه بدل ما نفتح جرور ونلاقي ابر، بدل ما نفتح جرور ونلاقي قطن، يعني عم بسطها، اليوم بنحط بكت ابره وقطنه ومفتاح ودواء. هيدي انا برايي انه باكجينج تجاري لشيء منشور علمي. انا شخصيا بقول ما في منتج مناسب لبرنامج نجوم العلوم. انت باحث علمي، كفي في بحثك العلمي. يعني صوتي لك لا، انا صوتي لي يعمل لنا كت نشوف يعني ملخص. نرحب فيك. رحب فيك، في عندك صوتين. اهلا وسهلا فيك. في الدوحه. شكرا يا فندم. سعيد جدا ان انا هعمل الاختراع ده هو يكون أبليكابل، يكون موجود في السوق، وهو ده كان حلم طول حياتي. أنا عملت سيستم هاردوير أقدر أحول بيه السوفتوير كمبيوتر جيمز أحولها إلى واقع هاردوير. كل لاعب معاه كنترول يونت يقدر يتحكم في دبابات، طبعا مصغر، نموذج مصغر، طيارات، هليكوبتر برضه نموذج مصغر. يعني انت هتكسر الدبابات ولا لا؟ لا كيف تنتهي القضيه؟ كيف تنتهي الحرب؟ لو كملت السيستم شوك السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله حابب تشوفهم كلهم السنه الجايه. بالظبط. نشوف السنه الجايه برضه يا اخي. صوت له ايه ولا لا؟ هذا منه السنه الجايه منه تصوير يا اخي. حاجته منه السنه الجايه بيجي السنه الجايه بياخذوها. أنا هالمرة مش ماهر لحقول إنه مشوفك سنة الجاي. رح سوت له نعم أو كلا، مش سنة الجاي. نعم لا أو لا كلا. مش هينفع دلوقتي. لا. طيب دكتور إبراهيم. لا عايز أكثر من سنة، من سنة بعد الجاية. هو شطرته بقى.
هو انا كان نفسي اشوف تطور احسن شويه من اللي انا شايفه، يعني جاي افكار كتيره الحقيقه خياليه شويه او ما تجربتش. فكرتي هي عباره عن شيء بيطير، يعني انا محددتش دلوقتي، يعني هو عباره عن شيء بيطير او كرسي بيطير. تمام. يعني انا باذن الله حاسس ان انا هكون مخترع قريب باذن الله، مخترع عربي ومشهور زي الاستاذ فاروق الباز واحمد الجويل ومشاهير العرب. شو راسم انت هونيك؟ هذه كرسي؟ ده مش كرسي، ده حضرتك ده الجناح. جناح؟ الجناح اللي هو الجناح وفي الموتور. انا عندي الرسم الهندسي للموتور في البيت، مسته انه خفيف الوزن وبقوه 1000 متر حفظ. هو موتور كهرباء وانا كمان هعمله بطاقه شمسيه على اساس برضه يساعد الكهرباء. اه توصل له كهرباء ازاي؟ نعم توصل له كهرباء ازاي وانت بتطير؟ بطاريات. بطاريات و1200 حصان. لا فعلا يعني اصل الموتور واخد مني يعني كميه رهيبه من الوقت. يعني انا لحد دلوقتي انا شغال فيه. هل المشروع شغال قبل ما جيت لهون؟ يعني عندك نعم بنيت حاجه. هلا انت تشوف. أيوة كيف جيت من السويس يا خيي؟ انا نعم؟ كيف جيت من السويس ليوم استعمله واجا فيه؟ روح حط معطيات صحيحه ورجع باحلام السنه الجايه ان شاء الله. مفيش حد بينجح من يوم وليله، يعني هو مره واثنين وثلاثه. حتى اعظم عقل في تاريخ البرت اينشتاين كان فاشل في الرياضيات ودلوقتي بقى صح. صاحب ابتكار الكرسي الطائر قارن نفسه بألبرت أينشتاين، لكنه أفضل من أينشتاين، وقريباً سيخترع الطاولة الطائرة، الشوكة الطائرة، والصحن الطائر. في عندك غزارة بالأفكار، ست أبليكيشنز مقدمنا إياهم. أول حاجة اللي هي فكرة سمارت كار. سمارت كار تحل مشاكل المرور، وبالتالي تقدر تمنعه انه يزود السرعه. دي اول نقطه. يعني ممنوع حتى لو بده يسرع اكثر، السياره ما بتسرع اكثر من هيك. ما بتسرع. استخدم التكنولوجيا لقمع حريه السائق. منيح؟ مستعدين نصوت عليها دوري. لا ما حريه السائق. كلا. 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 اللي بعده. النقطه الثانيه ان هي ان هو السؤال ذكرتها هلا. لا انا افتكرت يعني. اوكي. تفضل. شو بك انت دايخ؟ لا. مش خايف، بس انا في البدايه بقى متوتر، بس بعد كده بهدى شوي. هيدا كمان انا بصوت عن ثلاثه. لا نكست. النقطه الثالثه اللي هي تبقى فرامل اوتوماتيكيه. طيب غير هيك ما بدنا تخترع هلا. لا انا عم بفتكر. امجد منين يعني؟ تفضل. امجد انا في رايي انك انت تاخذ ملفاتك وتعد النظر في مشاريعك وتركز على مشروع واحد. يعني انا صوت لك الان لا في كل المشاريع دي. انا هسه ما لقيت هيثم تسوقي او الشخص اللي بده يترجم هالطاقه الكبيره بمصر الى مشروع رابح للعالم. دكتور مراد طار عقله، لكن نهايه الجوله اراحته مع وصول وائل حسن ولغه البرمجه العربيه. الفكرة بتاعتي هي صنع وإنتاج لغة برمجة عربية، بس على الاشتراط إنها تكون على نفس مستوى اللغات المتميزة سي شارب، الجافا وبقية اللغات الأخرى. يعني بنيت لغة مصطلحات. التصميم خلص. تصميم خالص؟ تصميم اللغة خلص، وفي كتاب من 200 صفحة بيشرح اللغة فعليا. شنو البرامج أو المقابلة باللغة العربية المعروفة يعني؟ أحسن لغات فيهم هم اثنين، لغة جيم ولغة كلمات. ليش أنت أحسن منهم؟ لأنه دكتور محمد عمار السلكة لما حط في البداية لغة جيم وصممها من البداية، صممها عشان تكون تعليمية بس. أنت حكمت على أن أنت طالع بكمبايلر أو لانجوج أحسن من اللي موجود. تمام. أنت لسه ما عملتهاش. لا هي اتعملت. التصميم. ما التصميم ده يعني في مليون حاجة. الواحد لما يصمم حاجة وبعدين ساد ما بيجي ينفذ في مليون حاجة ممكن تطلع يعني. لا هو مش مليون إلا ربع. من أساسيات المشروع ده مساعدة اللغة العربية على أنها تخرج من الورطة اللي هي فيها، مساعدة العالم العربي كله يتقدم تقنياً، بس مش على حساب أنه يضحي باللغة بتاعته. تخضتني معلش، يعني أنا ما أعرفش language that is in English ولا حاجة تانية شاملة ده كله. شخصياً بقول أنه في شيء واعد. بقى صوتي لإلك نعم. أنا أشوف يعني الأرجومنت والمناقشة مقنعة، فأنا أعطيك نعم إن شاء الله. هو طبعاً أنت دلوقتي واخد صوتين نعم، يعني أنا
متحفظ فصوتي مش هيفرق يعني. النتيجة نعم نشوفك بالدوحة بالمرحلة الثانية، أهلا وسهلا مبروك. هي أول مرة فعليا حد يهتم بالاختراع بالدرجة دي ويناقشني فيه فعلا مناقشة علمية ويديني أمل يعني، الحمد لله. في النهاية عادت لجنة التحكيم من مصر مع أول 3 مبدعين في الموسم الرابع: أينور تاتاناكي من ليبيا، أحمد عبد ربه من مصر، وائل حسن من مصر. من بلاد نفرتيتي وتوت عنخ آمون وكليوباترا انطلق فريق نجوم العلوم ولجنة التحكيم إلى الخليج العربي. أين في الخليج؟ إلى بلد اسم عاصمته على اسمه. يا معود فكر فيها شوي، أكيد عرفتوها، بنروح لها بعد الفاصل. أكيد عرفتوا الجواب، البلد المقصود هو الكويت. الكويت كانت لها مشاركة مميزة في المواسم السابقة من نجوم العلوم، من الغوص والبحث عن اللؤلؤ، قرر الكويتيون الغوص في بحر العلوم والاختراعات، فأوفدوا مجموعة من مبدعيهم. كيف كانت أجواء مواجهة لجنة التحكيم؟ لنتابع مع بعض جولة التصفيات في دولة الكويت. الكويت 3 ملايين نسمة. فريق بأكمله من تقنيين وفنيين وصل إلى أرض المخترعين. حيث حطت لجنة التحكيم رحالها آملة باكتشاف المزيد من المبدعين. بدأ فريق العمل التحضيرات اللازمة للتصوير. مركز الكويت للأبحاث العلمية الهادف إلى تشجيع البحوث المتعلقة بمقومات الاقتصاد الوطني كان خير مضيف لقافلة العلم، وعلى رأسها الدكتور ماجي المطيري مدير عام المركز. حاز دكتور ناجي على دكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، كما استحق وسام تحرير الكويت من الأمير الراحل الشيخ جابر صباح تقديراً للأعمال الجليلة التي أسهمت بتحرير الكويت. الكويت من الستينات مركزة على كيفية تطوير الشباب، وهناك كثير من المؤسسات العاملة في بلد يركز على كيفية تنمية هذه الطاقات. حيكون هناك كثير من الشباب المبدع في دولتنا الحبيبة، وأعتقد أنهم راح يكون منافسين جديرين بالتحدي إن شاء الله، يعني يحوزون قبول المشاهدين العرب. المناظر الطبيعية الخلابة في دولة الكويت لم تخفف أبداً من طبيعة لجنة التحكيم القاسية. قاسية لكن عادلة. نجد يعني في المرحلة القادمة تطور ملحوظ، لأن هدف هذا البرنامج هو تطوير كيفية التفكير للشباب العربي. اختراعي هو أداة لتسهيل عملية التصميم المعماري. أنا عملت تصميم بهذا الشكل يساعد عملية التصميم لبرامج ثلاثية الأبعاد 3D Application. هذه ليست شاشة، هذه تراك باد مثل الآيباد. ممكن أنا أستخدم إيدي أو القلم، وبعدين راح نروح على الآيكونز اللون الوردي اللي راح تكون 3D، واختصرتها في 6 تقريباً فانكشن، منها اكسترود يمكن رايز ذا بيلدينج ترفع المبنى. لتطبيقه ممكن احنا ناخذ بعض الجويستيكس من الكمبيوتر وهذا ونركبهم، ممكن ان احنا نوصلهم بوان سوبر يو اس بي، يعني وان هب. يعني عم تبسطها للناس مثل كانه عم نجمع بليجو، يعني بنحط الماوس وبنلزق له بول وبنطبق له جويستيك. لا جمعهم هيك، انا بوعدك يعني انه الانترفيس تبعهم سوفت وير وهاردوير اصعب بكثير من اللي انت عم تصوره. فيك تعمل تويست، يعني برام الابداع تبعك والابتكار تبعك من الهاردوير، اترك لي الهاردوير لانه اللي مقترحه بالهاردوير صدقني يو ري انفنتنج ذا ويل. لا لا بصراحه كلامك على متمه، يعني انا اي ويل نوت انفنت هاردوير. شو هو الاختراع الجديد حدده بالضبط نقدر نقيمه ونصوت عليه؟
والله بصراحة 3D Application Software هو الذكاء فعلاً يعني كتصميم ومش موجود طريقة يعني تصميم أي طبعاً بتقييمك أنت هذا مش موجود 100% أنك أنت ترسم على جريد سواء حتى لو بالإنتراكشن العادي الكيبورد والماوس Exactly أنك ترسم على جريد هذا مو موجود فكرة كفكرة فيها إبداع لكن القضية إن هل ممكن إنك خلال 3 أشهر 4 أشهر يكون عندك بروجكت جاهز ممكن إنه يسوق؟ والله إن شاء الله تقريباً إنه 45 يوم أو 50 يوم ممكن يعني شايف إنه يوسف عنده شيء جديد أنا صوتي لك نعم للمرحلة الثانية شكراً عندنا يعني علامة استفهام لكن أتمنى لك التوفيق وأنا صوت نعم والله شعور سعادة لا يوصف يوسف الحشاش مر إلى المرحلة التالية من نجوم العلوم لكن بصعوبة وبتحد كبير ليبدأ من بعده فيلم تشويقي حائز على عدة جوائز أوسكار من فئة أهم ابتكار مرفوض اختراعي عبارة عن جهاز سمارت بيلدينج يستخدم طرق مختلفة في التحكم في المنزل أي جهاز ذكي يدعم الواي فاي أي جهاز ذكي يدعم الواي فاي كلهم يقدرون يتحكمون في هذا الجهاز من غير أي تجهيز مسبق أنتوا يا أعضاء لجنة التحكيم بأجهزتكم الموجودة في جيوبكم حالياً تستطيعون إن شاء الله في نهاية هذا البرزنتيشن أنكم أنتوا تتحكمون بهذا الجهاز من غير تحميل أي برنامج تويتر، فيسبوك، جوجل توك، سكايبي قدروا يتحكمون بمصير دول هذه صارت جزء من حياتنا مثل ما بيتنا جزء من حياتنا إذا بمجرد أنه هل هو فهم تأخذ نفس؟ خذ نفس هيك أوكي؟ ارتاح شوي بدي أخبرك شغلة حديت هلأ كله فيلم تشويق يعني الحقت وجبت هالقد معك شو برك تفرجينا فيه؟ ان اقدر اتحكم فيه اتحكم اوكي LIGHT 1 اون انا لا هلا في عندك صوتين لا الفكره جميله يعني لكن ما قاعد نشوف الاوريجيناليتي يعني نقطه اخيره بعد التصويت هلا فينا نشوفك على فنجان قهوه بس ماشي الحال؟ ما أقول النقطة الأخيرة اللي عندي؟ بصراحة أنا كثير فخور باللي شفته هون وأنت عملته بالبيت ممتاز بس هاي ما معناتها أنت فيك تكون مخترع فكرة اختراعي أني أمنع حدوث الحريق مش أطفي الحريق I'm driving my car أنا هذا كراش How does it work؟ لما الشوك سنسر يستشعر الاصطدام بيشتغل نظام الكافس اللي عندي بالسيارة هو عبارة عن فوم هو بيستشعر الوضع سائل الفوم دي معروف والعمل بس هذا مو اي فوم حضره الحكم انت عم تحكيهم بالعربي تقريبا كانت ترجمه فوريه للتكست اللي امامي بالانجليزي تماما بدك تسمع تصويتنا اكيد ليش لا طب انا صوتي لا انا اقول لك كذلك خلاص انا ان شاء الله بجيكم السنه الجايه بشيء جديد اختراعي باختصار It's a 3D Max holographic screens that we can use the head without glasses حاليا الحجم كبير انك تحطه كسكرين انا بصغر الحجم ثاني شيء تلاقيه 3 شجاعات انا ممكن اسويها 4 تقدر تستخدمه فيديو كولز الفيديو كولز you can see the person as a 3D max and as virtual you can feel it you're inside the screen طيب انت الان فكرتك انك بتعمل برمجه لتحويل من 2D ل 3D وبعدين تربطها مع الجهاز عشان يكون اي نعم ونفس الوقت اغير ديزاين الجهاز انه يكون سهل الحمل وسهل التنقل واصغر هلا في شغل اسمه هيلوغرام سامعين احنا بنشوفها على ستار وورز وكل هالامور there is a great disturbance in the force هاي سووها في امريكا خاصه في الانتخابات الاخيره بس اتس تو اكسبنسيف انت عملت برنامج ذكي انه تصير هالتكنولوجيا مامنه لنا بنفس النوعيه ولكن بهاردوير اخف كاميرات اخف اقل مزبوط. وبصير ارخص مزبوط لانه برنامجك ذكي الحمد لله طيب لك خلينا ناخذ نقولوا بريك زي تايم اوت نتناقش من بعضنا كل جني ونرجع نستدعيك
صراحة بدك صراحة أنا ما علمت أنت أعتقد لأنه كونسبت بعض بيعتقد أنه موجود بس هو مو موجود وبحث عنه ما لقيته حاسس بالخوف يا خالد لجنة تداولت بطلبك ولكن أنه نحن نعمل نسخة عن أشياء موجودة أنه نفكها ونركب وحدة كوبي عنا ولكن أصغر نحن ما منشجع الشيء ورح نوقف بوجهه بقى هيدي خط أحمر أنا بدك تنبه عليها لأنك أنت على يعني أنت على الحد بقى بدك تنبه على النقطة إن شاء الله وبناء على النقاش اللي عملناه بدي أقول لك أنه وضعك يعني على الحد ولكن نستقبلك للمرحلة الثانية بالدوحة إن الله راد مبروك الله يبارك فيك الحمد لله حس بفرحة صراحة كاني ناجح فرحة النجاح صراحة فرحة النجاح غمرت خالد والآن سيغمره تحدي الوصول إلى اللقب الاختراع باختصار هو آلة لصرف الأدوية نظراً لكثرة الأخطاء الطبية في دول العالم أجمع هلأ في عندي أنا هون جهاز أمامي لتجنب أخطاء الأطباء والممرضات وكل من يعمل بالمستشفى بما يتعلق بالدواء أنا كثير متفاجأ أنك أنت علمي وصيدلاني يعني اعتلت همها هلأ بس يتخرج إذا هو بيعطيني الدواء عادةً الصراحة تجرح نتوجه إلى التصميم نفسه ما في نفسه لا التصميم شو يعني شكله؟ أي لونه؟ لا مو سالفة شكله ولونه كيفية عمله شلون قاعد يطلع لك الدرج هون موجودين أي استحالة إنه يكون نفس السيستم استحالة شو عرفك اللي عندك طرحه مش موجود تماماً هون حلو حلو أنت كمان هو الكاريكاتير مال الدكتور مراد دائماً يكون ما هو تحبيطي ولكن يخليك تتشجع أكثر وتعطي أكثر يعني. الجهاز هو عبارة عن جهاز يهدف للسيطرة على حرائق السيارات علي؟ من داخل المحرك أنت عم تقرأ فكرتك ولا فكرة حدا تاني؟ لا لا هي فكرتي ما تقرأ من معروف خاطبنا طلع فينا وحكي أوكي فكرة الجهاز هو فكرة الجهاز أنه يكون سيطر على حريق السيارات من داخل المحرك جميع السيارات في العالم توجد منطقة هنا بين المحرك وبين مبرد السيارة وتكون دائما مغطاه بطبقه بلاستيكيه هذه الطبقه بنخلي الجهاز انه يقدر يتخلص من هذه الطبقه البلاستيكيه ويقوم بالدخول الى المحرك من هذه المنطقه كيف وصلته تيدخل من هالثغره ممكن نخليه كهربائي تقدر الروبوت تقدر تخليه يدوي يا اخي نحن ما فينا نناقش بقدر ويقدر وممكن ما احنا ممكن نسوي اوبشن ممكن نستخدم كاشفات المعادن يحدد ما بقى تقول ممكن قول انا بدي استعمل هيك ممكن نقوم باستعمال ساقوم نعم نقوم باستعمال كاشف معادن ويكون متطور ممكن نستخدم بعد اشعه كشف اشعه تحت الحمراء بحيث انه ممكن يحدد مكان الحريق ممكن تعمل شيء ثاني بحياتك اي نعم ممكن انا شخصيا اقتنعت شو ممكن انت تعمل اي نعم وامكانياتك بالحياه رح تكون واسعه وان الله راد واعده خارج برنامج نجوم الولوم إن شاء الله ممكن أن تكون لديك أفكار ممكن أن يجدها أهلك في البيت رائعة ممكن أن تعتبرك والدتك عبقرياً لكن من غير الممكن أن تتخطى لجنة التحكيم من دون دراسات دقيقة الاختراع عبارة عن استغلال طاقة الرياح المتولدة أثناء حركة المركبات سواء السيارات أو السفن أو حتى الدراجات النارية وذلك أثناء استخدام المكابح بحيث أنه يعمل على استغلال الطاقة المهدرة من الرياح في إعادة شحنها في السيارة أو استخدامها في شحن بعض الأجهزة المستخدمة في السيارة كالهواتف الخلوية أو بعض الأجهزة الإلكترونية الصغيرة عندي إمكانية أول شيء تطبيق الفكرة بحيث أنها تصمم داخل السيارة نفسها بحيث أنه يكون الوين توربين داخل إنجن السيارة من حيث التصميم أنت ممكن تشتري الديفايس هذا تركبه في سيارتك خاصة إذا أنت ساكن في المناطق الجبلية على سبيل المثال معنا في صالة عمان منطقة الجبل الأخضر 35 كيلومتر أنت تنزل من الجبل للأرض في سيارتك كفكرة جيدة لكن يعني لازم أن الواحد يفكر يعني ابتكار وعملي نتيجة اختراعك هذا راح يسبب يعني بعض الأشياء السلبية لمستخدم السيارة طيب. فأنت الحين تيجي وتدخل بعض العوامل الإضافية اللي غير محسوبة في تصميم السيارة التصميم.
فراح يطلع منها ريزيستنس، وراح يطلع منها نويز، وراح يطلع منها اشياء اخرى تاثر على اداء السياره. اذا ربط هذا السيستم مع نظام المكابح، مع نظام انت يكون عندك بوتوم في الكارز او بوتوم في الجهاز نفسه، ممكن يكون فليكسبل، ممكن ما يكون فيكست ان ذا كار. فيكون عندك نظامين، النظام الاول عن طريق الكوابح بالسيستم اللي انت اقترحته في هالفكره، والثاني انه المراوح تطلع. صحيح، مثل واحد ماشي بصاروخ بالطياره وبيشلح مظلي او شيء تستوعب طاقه الهواء. انت هيك هي نفس الشيء. اكد على كلامك نفس الشيء، مش اكد على كلامك اكثر من هيك. هذه المرحله اللي ما تتعدى ثواني، يمكن ما توصل دقيقه، تكفي انك تولد لك طاقه، المروحه تولد لك طاقه يعني بشكل يعني هذه ما اقدر، انا ما اقدر اتخيلها الان. بما انك انت يعني بالورد فكرتك ابتدات بشيء وبالنقاش رجعت بالورده وصلنا لشيء ثاني، بما انه صار في هالتغيير مثل المروحه تبعك بتغير البيتش انجل تبعها، بما انه صار هالتغيير انا بقترح انه ناخذ بريك، نعمل تايم اوت نحن اللجنه نناقش موضوعك لانه صار في فكرتين، وانت بتطلع برات القاعه شوي نبقى نبلغ قرار اللجنه. انا اشوف دكتور مراد قد يكون اكثر واحد متفهم الفكره بشكل واضح. دكتور ابراهيم يمكن متردد، يمكن يتخذ اسلوب الضغط علي، يمكن يريد يختبرني في فكره ما، لكن انا حاولت اوضح له الفكره بشكل اوضح. يا ميسر، اللجنه بدها تيسر لك امرك وقبلتك قبول مشروط للمرحله الثانيه على شرط انك تجي بالدراسه اللي تفرجي انتاجيه هالمنظومه بقلب سياره هايبريد. بقى معنات هذا القرار انه رح نشوفك بالمرحله الثانيه ان الله راد بقطر. الف مبروك انك تتاهل لتصفيات الدوحه من ضمن ما اعرف كم الف مشارك، يعني هذا بحد ذاته يعني يعطيك دافع اقوى انك تثبت فكرتك. تراي هو تحويل الطاقه الحركيه في السياره الكهربائيه بحيث اني اعيد شحن بطاريه السياره اللي هي بطاريه الليثيوم. انت سامع بالهايبريد كارز؟ لا. ما انك سامع بهايبريد كارز؟ لا، لانه هذا تماما اللي عم تقترحه انت. يا صالح، شو هو العلم الصالح اللي عم تتعلمه؟ العلم الصالح؟ ايه، شو عم تتعلم؟ انا قاعد اتعلم. شو عم تتعلم انت بحياتك؟ شو تخصصي؟ كنت تخصص هندسه نفط وغاز. انا بقول انت ما انك مطلع على شو في موجود اليوم بالسوق، يعني عم تسكر الحلقه عليك، فكسرت مبادئ التسويق لانك ما بتعرف شو الهايبريد كار، وكسرت شو في مبادئ علمية لازم نحترمها، بقى جاي لهون تكسر كل المبادئ علينا. ما جيت تكسرها، نحن ما رح نقبلها. ما جيت تكسرها يا أستاذي، بس إنه يعني لك شو كسرت هلا؟ الله أعلم. هذا كسرته بعد. بعد تكسير المبادئ العلمية وتكسير الأفكار غير المفيدة، كانت حصيلتنا في الكويت يوسف الحشاش من الكويت، خالد عيد من الكويت، ميسر الكمزاري من عمان. الكويت أعطتنا حامل لقب الموسم الثاني صادق قاسم، فهل راح يتكرر هالسيناريو في الموسم الرابع؟ عموماً الإجابة ما زالت بعيدة جداً، أما الآن نتوقف مع فاصل قبل الانطلاق إلى الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية المتحدة حجزت لنفسها مكانة مرموقة بين دول العالم المتطورة، ففيها أعلى برج في العالم وملحق لمتحف اللوفر وقاعة ضخمة للتزلج داخل مركز للتسوق، والأهم عدد كبير من المبدعين. إلى الإمارات العربية المتحدة انطلقنا. الإمارات العربية المتحدة 4 ملايين نسمة. من إحدى إماراتها السبع إمارة الشارقة، استكمل البحث عن المخترعين الشباب في رحاب الجامعة الأمريكية الفسيحة، حيث تمركزت لجنة التحكيم. بدأ فريق العمل التحضيرات اللازمة للتصوير، المشتركون بانتظار مقابلة اللجنة على أحر من الجمر، فيما يستكمل فريق العمل تجهيز موقع التصوير. ومن الجامعة الأمريكية في الشارقة استقبلت لجنة التحكيم
الدكتور يوسف العساف عميد كلية الهندسة. حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد في بريطانيا، وبعد خبرة طويلة في مجال الاستشارات الهندسية في العديد من الشركات الصناعية، عمل الدكتور يوسف على تطوير وإنشاء حاضنة صناعية لدعم مجالات الاختراع وريادة الأعمال والنقل الصناعي. أنا متابع نجوم العلوم بشكل متواصل، وكنت سعيد جداً عندما تم دعوتي للاشتراك في هذا البرنامج، لأنه سوف يعطي لشباب الإمارات فرصة للإبداع والتطوير وتنفيذ اختراعاتهم في هذا المجتمع. نرحب فيك في برنامج نجوم العلوم، وفي دقائق معدودة لو سمحت تقدم لنا فكرتك وكيف تحب تنافس فيها بهذا البرنامج. الفكرة هي كناية عن ديفايس لمحاربة الخمول عند الأولاد. أنا جاي عن نجوم العلوم لحتى أخذ professional help، يعني لحتى نطبق الفكرة. فكتطبيق علمي أنا جاي على نجوم العلوم أقدم الفكرة وأخذ professional help، يعني حدا يساعدني لنطبقه. يعني ما عندك طريقة لتطبيق اللي عم تقترحه، ما عندك تصور تقني كيف بدها تصير؟ لا، تصور تقني ما انه موجود عندي، بس الساعة اللي بتقيس الكالوريز موجودة بالسوق. انا اشوف انك انت محتاج انك يعني ترجع مرة ثانية تعمل دراساتك وتعمل يعني قياسات ممكن يصير منتج اذا لقينا المخترع اللي طرح الحل، بس الحديث هلا مش انت الشخص. انا لو عندي طريقة التطبيق كنت رح طبقتها بالبيت. منافسة قوية جداً، كبير جداً. أنا كنت متوقع أن الموضوع هيبقى أصغر من كده، بس طلع أكبر بكتير. مهم جداً أن يكون عندنا ربيع عربي جديد في التعليم وطريقة التعليم والنظر إلى المستقبل العلمي في الوطن العربي. دائماً في مجال الأولاد والتربية، محمد وطفة يريد وضع حاسوب افتراضي في طاولات المدرسة. محمد خليل وطفة، لبناني. اختراعي هو بيحول طبقات الطلاب لكمبيوترز باستخدام كمبيوتر واحد. المشروع تبعنا بملخص مفيد هو انه استعمال كمبيوتر واحد اني بروجيكتور، وعاده في بروجيكتور بسفوق، فيني حول طبقات الطلاب الخشبيه لكمبيوترز. يعني فيني نستعمله ابلكيشنز مثل وورد، انترنت ايفن. واحده من الشقف تبع الاختراع تبعنا انه يعملوا امتحانات على الطاوله، ياخذوا لكتشر نوتس على الطاوله. سو بيبرز سيز تو اكزيست، يعني وي دونت، ما بحاجه لهم اني مور. So I'm virtualizing الطاولة عم تسيب كمبيوتر. So yes. خلينا على الجانب الاقتصادي. خلينا نرجع على النص. شوي شوي عم أنا شوي ملبك لأنه you never know the outcome. بس معود شوي لأنه كمان بعلم طلاب وهيك. So إن شاء الله إن شاء الله خير. لا خلينا نعمل العرض. بدنا نشوف هون على الأرض. بدي أشوف من نفس من نفس البروجيكتور. بدي اشوف ملتيبل ديسبلايز اللي عم تشوفوا هلا. هن كمبيوترات مقسمين، الكمبيوتر اللي عم قدامي هذا اللابتوب قسمناه لسب كمبيوترز، يعني كل واحد منه هيدا كمبيوتر. كل طالب عاده هيدا طبقه الطلاب، يعني هيدا الطبقه اللي قاعد فيها الطالب، وانا في حركها بحال ما بدي، في كبرها وصغرها. لو ناخذ ريل لايف سيتويشن، انا عندي كلاس فيه 20 طالب، طب الباور بتاعت البي سي would it be enough من ناحية إنه تكفي لكل هالطلاب بحيث يشتغلوا على السوفتويرز اللي بدهم إياه؟ حسبت هاي؟ حاسبينها. يعني هلا بهاللحظة في فرجيكم ال CPU utilization 10%، يعني 10% ال CPU is being utilized إذا فتحت 3 paint و 3 inputs at the same time. أنت مجمع bits and pieces وفي تحدي بالتجميع، يعني وأنا برأيي في ابتكار بتجميع كل هالتكنولوجيات تصير في عنا تطبيق مفيد. أنا شخصياً بقول في تحدي وفي ابتكار، لك صوتي نعم للمرحلة الثانية. وأنا والله شفت يعني إن في ابتكار، في فكرة، في استفادة، يعني بتعم على دول كثيرة. وأنا وافق الدكتور إن في مبتكر جديد، والله يحييك بالبرنامج. شكراً. وأنا أعطيك صوتي. عندك إجماع اللجنة، مبروك يا محمد. يلا مبروك. كان كثير حلو المقابلة لأنه كان في تحدي، إذا نجحنا كل حققنا شيء ما حدا حققه قبل، هو التعليم الـ Universal Education، تعليم العالم. مع كثرة الابتكارات التعليمية تحول الدكتور فؤاد إلى أستاذ اللغة العربية لمشتركي نجوم العلوم. بالجامعة بيخترعوا وبيرجعوا عن جديد، بيشوفوا إذا بتعرف إذا تعلمت، بيعطوك علامة. أنا ماني بالجامعة هون. That wasted energy or wasted wind.
from that outdoor unit. عربي يا أسعد؟ نحكي. يلا احكي عربي. الاختراع هو بروجكت كبير أصلاً، حيكون مش بروجكت صغير، هو أكبر بروجكت ممكن إحنا حققناه في العالم العربي، هو اسمه Virtual Inventions. خلينا نكون عم نحكي عن نفس الشيء، أنت عم تشتغل شيء للعالم العربي، على القليل يسميه اختراع بالعربي. بيئة الاختراعات الافتراضية هي بيئة محاكاة باستخدام الكمبيوتر. نعمل إيميوليت لجميع الأجهزة الإلكترونية بصورة صحيحة باستخدام تقنية الإيميوليشنز. كبيئة موجودة هل متوفرة في عندك في البيت؟ هلا ما أنا متوفرة ببيتي لأنه أنا اخترت ما أستوفر ببيتي. 80% غير متوفرة بكل البيوت. لأنه اختاروا ما يوفروها، بس إذا بنشتريها ويدفعوا حقها بيوفروها اليوم. أنا مشكلتي مع اللي مقدمه أنت إنه ما في شيء جديد. ما بيصير أنت تكون هالقد جاهل عن نحكي، ما معقول يعني. أنت عقلك إنسان فهمان، حط عوينات، عم تقرأ كثير. Can you interact with a device virtually? هلا تسأليها بالإنجليزي؟ أوكي، يس. صوتي؟ لا. بالإنجليش؟ نو. رقية والدكتور فؤاد قصة من نوع آخر. فرقية أتت فقط إلى البرنامج لمشاهدة الدكتور فؤاد لأنه يخيفها أكثر من دكتور فرانكشتاين. كثير خايفة صراحة، كثير كثير كثير. إنه بس قبل ما أقول شيء، بس دكتور الله يخليك، ممكن بس تبتسم؟ اختراع عبارة عن طقم للعميان، أساس إنه to guide them، أساس إنه يعرفون الأماكن. العصا دي موجودة فيه بعض اللي تفضلتي بقضية الساعة. يعني أنت رقية جاية على البرنامج بفكر؟ وكان أنا بس بالنسبة لي تحدي إنه to try something، خصوصاً أوقف جنب الدكتور فؤاد أهم شيء. أنا هو كان مسوي لي رعب في حياتي. المشترك التالي يحب الصلاة ويحب أن يرشد المؤمنين إلى اتجاه القبلة، لكن هل ستتأثر لجنة التحكيم بصلواته؟ فكرة اختراع جهاز بيحدد لاتجاه القبلة، وزيادة لهذا بوجهك للقبلة، مش بس بيحددك اتجاه القبلة، بوجهك أنت كشخص للقبلة. طيب ممكن أعطيكم بس نموذج عشان تتبعوا معي أثناء شرحي للجهاز. هذا الشيء حيساعد الأمي كثير، على لأنه كبيرهن وصغيرهن يعني اللي بسمع واللي ما بسمع، الأسمع اللي بسمع والأطرش اللي بسمع والأطرش اللي بسمع اللي بسمع واللي ما بيشوف. تضغط على زر أون، الجهاز بيبدأ يرن لك توت 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 توت. وين أنت الآن المختلف عن الآخرين؟ وين الاختراع؟ وين الاختراع؟ الديجيتال كامبس ولا جي بي إس؟ موجودين بنفس الشيء. هم اوريدي موجودين. اوريدي موجودين. انت جبتهم واستخدمتهم. ترى انت ما اقنعتني بشيء هشام. ما جبت لي اي شيء جديد. انت عملته الجهاز؟ وين الجهاز؟ لا هذا مجسم له، الجهاز نفسه ما عملته. هذا عباره عن قطعه بلاستيك يا رجل، مش فاهم انا شو هاي؟ الزر اللي تحت هذا عباره عن ليزر. نعم. الليزر هذا شو وظيفته؟ مثلا بتكون بتصلوا انتم كجماعه. نعم. بيجوا الجماعه يوقفوا جنبك، انت بتركع بتوطي هيك. الليزر هذا بيعمل لكم خط على الارض. على اساس موصلين يوقفوا عليه بشكل مزبوط. والليزر هذا كمان ايش وظيفته؟ جايب انا هون الليزر، اذا انت طبيت هيك وضرب على الارض ما بصير بصف واحد ابدا، هذا بصير راسك باتجاه الارض فيرتيكال، بس ما بيعطي انه نحن كلنا مع بعضنا بصف واحد. لا ويهتز رايح جاي. شلون تحكي؟ الخط رايح جاي. نصور هو يهتز يا هشام، كم خط بيطلع لك؟ انت ما عندك شيء هون، يمكن هذه لو انها تشوكلت كنا كلناها هلا كمان. تسمحوا لي؟ تفضل. اجماع ما عندك شيء جديد هشام، بنشجعك تتعلم وتبتكر وتزيد للعلوم. عائشة صالح المهندسة المدنية حملت ابتكارا للتسوق. اللجنة وحدها لديها قرار شراء هذا الابتكار. عائشة صالح عمري 20 سنة، تخصصي هندسة مدنية من الإمارات العربية المتحدة. فكرة اختراعي يعني based on اللي هي العربة. 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 ونحن أول ما نسمع كلمة عربة يمكن يتهيئ لنا عربة التسوق أو عربة الأطفال أو البلاتفورم used إن اللي هي حمل الأغراض الثقيلة. قلت ليش ما يكون عندنا جهاز يسهل عملية نقل الأغراض من مكان إلى آخر؟ فيتف in my mind اللي هي الفكرة، فكرة الاختراع اللي هي follow me card. اختراعي هي عربة تتبع المتسوق، تسهل عملية التسوق بحيث أن المتسوق لا يضطر إلى حمل الأغراض الثقيلة. الجهاز يعتمد على مبدأ الاستشعار. المتسوق أو الشخص اللي يستخدم العربة راح يكون عنده الريموت كنترول، جهاز يتحكم عن بعد، يحطه في الباكت
and he starts walking. فبعد ما يمشي الكارت senses the motion هذه ويبدأ يتبع المتسوق. أنا فكرة اختراعي على ورق، لكن حابة أن البرنامج يساعدني من ناحية توفير هالمواد اللي أقدر أبدأ فيها عشان يكون كمشروع كامل إن شاء الله. هي العربة كشيء يعني من فوق سهل تصنيعها عادي، بس هو التركيز في الويلز، إنه اتجاه الويلز والسرعات والبطارية عشان شغلينها وتشارجين البطارية يعني في شغل، ما في شغل. متوترة طبعاً لأن متفائلة بالاختراع، لكن متوترة لأن بعد ما شفت الكومبيتيشن والمنافسة شديدة، فإن شاء الله أكون قدها وقدود. أنا راح أسيوم وأعتقد أنك راح تشتغلي أكثر من هيك، وعشان هيك راح أعطيك صوتي. مبروك، الله يحييك في البرنامج وشدي حيلك. شكراً، فرحانة وايد، إن شاء الله المراحل الأخرى تكون أسهل وأسهل إن شاء الله. Don't make me nervous. ومع عائشة انتهى تسوق اللجنة في الإمارات، والحصيلة مبدعين: محمد وطفة من لبنان، عائشة صالح من الإمارات. في الشارقة كانت شمس العلوم شارقة، والإمارات أعطتنا شبابها المبدعين، لكن العدد المطلوب للانطلاق في الموسم الرابع لم يكتمل بعد، والجولة ما زالت مستمرة. المحطة الرابعة هي بيت نجوم العلوم، دولة قطر. فاصل، ننطلق من بعدها إلى دوحة الخير. عندما وصل فريق عمل نجوم العلوم إلى هنا، شعر الجميع بفرحة العودة إلى الديار، فهنا يحضر البرنامج ويصور على مدى أسابيع طويلة. محطة التصفيات الرابعة كانت في مهد برنامجنا في دولة قطر. قطر 1,700,000 نسمة، عاصمتها تضم فروع أعرق الجامعات ومراكز البحوث العلمية المتطورة كمركز جنرال إلكتريك للطيران، حيث حط فريق العمل الرحالة والعتاد لاستكمال البحث عن المخترعين العرب في صحراء العلم والمعرفة. كل عضو من أعضاء فريق عمل نجوم العلوم يتقن مهنته بمهارة فنية عالية. معدات الإضاءة والصوت أصبحت جاهزة، الكاميرات في مكانها، والجميع على استعداد تام لبدء التصوير. في قطر انضم الدكتور حسن النويري إلى لجنة التحكيم. للدكتور حسن خبرة واسعة في هندسة الكهرباء والحاسوب، تشمل جامعة جنوب كاليفورنيا، جامعة تكساس A&M في قطر، جامعة بريتش كاليفورنيا، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية. للدكتور حسن 3 براءات اختراع مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية. برنامج نجوم العلوم يساهم في النهضة العلمية والبحثية في دولة قطر، كما تساهم مؤسسة قطر من خلال معاهدها العلمية والبحثية، وعشان هيك أنا متحمس لدوري في لجنة التحكيم. وأخيراً هلأ وصلنا إلى البيت. من هنا انطلق برنامج نجوم العلوم من قطر، من الدوحة. فكرة الاختراع بتاعي قيس نسبة السكر في الدم عن طريق هواء الزفير. أدمج قناة داخل أحد الهواتف الذكية، هذه القناة تحوي على مجسين، المجس الأول يقيس حجم الهواء الزفير اللي حيدخل على هذه القناة. نعم. بعدين في سنسور ثاني يقيس حجم الأسيتون في هذا هواء الزفير. كيف ربط هودي بنسبة السكر؟ السكر لما يتفاعل ويحترق، أحد نواتج التفاعل إنه هو غاز الأسيتون. لكن محمد، أنا قدامي هون في سمارت فون ويستخدم لقياس تماماً اللي أنت عم تطرحه، اسمه The Innovative Smartphone. أنا أشوفه هنا في البيتنت هذا إنه فيه كشف على الأسيتون، لكن مش مربوط بالجلوكوز، مش مربوط بالسكر.
انت الان هذا الربط انت متاكد منه تقدر تنجزه؟ متاكد منه لانه انا والدي طبيب، انا متفائل، لازلت لحد الان متفائل اني باذن الله حنجح وحقق النتيجه اللي انا بصبو اليها. اذا فعلا هذا تبلو في جهاز بيعطيك انك نسبه السكر بالدم بدون ما تستخدم الوخز بالابر، هذا ترى والي كثير من الناس ينتظرونه يعني. والله انا بعطيك صوتي يعني، اذا انت بتوعدني انك بتسويها انا بعطيك صوتي. انا شخصيا بعطيك يعني صوتي، لانه كون انه في برودكت واحد في السوق يعني، فانت هذه فرصتك انك تختار حاجه احسن من المتوفر ان شاء الله باذن الله. باذن الله بسويها. انا شخصيا لا، هو الصراحه الدكتور مراد فاجأني في الموضوع انه لا، بس انا هحاول اثبت اني انا قادر، اني انا حوجد اختراع جديد يخدم الانسانيه ويخدم مرضى السكري بالدرجه الاولى. بدنا ناهل فيك ببرنامج نجوم العلوم للمرحله الثانيه واثبت لإلي انك انت لازم تكون هون. الفكره هي حمايه الرنوي المدرج في المطار، فيكون في فوم هيدز على جانبين المدرج علشان يكون في رده فعل اسرع. سعود تفضل. لان نفس الفكره مسجل ببراءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية. تجارب من سفراتي ما شفت السيستم أبداً من طرف العالم. بعض الأحيان بالاتصال أو استخدام التلفون بيحتاج إن الوالد كان دائماً يلبس نظارة الطبية. كلنا نستخدم مش الوالد. الله يصحى العافية. إن شاء الله. اختراع هو إنه استبدال النظارة الطبية الاعتيادية إنه تكون لاصقة شفافة. هتكون لاصقة شفافة هين. حسب درجات النظارة هون. عارف الآن الجوالات الأرقام الآن تكبر صقر يعني. هو عم يبتكر شيء لإعادة تدوير التليفونات القديمة. ما في شيء أنت مبتكره أو مخترعه. 2D Parametric Cloth Cutting Software لتحويل عملية خياطة الثوب من يدوية بحتة إلى معتمدة على الآلة أو الرجل الآلي. الآلية البروسيس هو اللي شفته أنا جديد، مش موجود يعني في السوق. هاي أنا شفته. بس كأيديا من سكرات ما عندي أنا جديد. ما في شيء جديد. يعني. بس أنا لأن لاحظت المشكلة الثانية في يعني أشوفها أنا. المحلات طلع عندكم وصخه يعني قذره. اولا ريحه. طيب ليش ايش بتسوي انت؟ بتخفض نسبه العمال. العماله بتخفض من العماله وبتقلل العماله. نعم بالضبط. هذا العماله بدل يكون يشتغل ممكن تحسن خدمه الكاستمر سيرفيس. صح. وتعلمه وتعطي لغه ثانيه. بعد شوي هذا الثوب راح يحل مشكله التغيير المناخي. طول بالك علينا. انا اللي بكذب. ما عندك شيء جديد من الناحيه العلميه؟ ما في شيء يونيك. بس كآليه يعني ما كنت انا حاط في بالي شيء اختراع. المشترك لم يفهم جيداً فكرة البرنامج وأتى من دون فكرة ابتكار. لماذا أتى؟ ربما يريد الظهور على شاشة التلفزيون. فكرة الجهاز هو عبارة عن جهاز صغير يجمع كل الخدمات الأساسية في كل دول العالم، اللي عبارة عن الإسعاف والدفاع المدني والشرطة في جهاز واحد. أول ما حكيت أنت أنه 3 بواحد عجبتني، يعني هيك إلا ترند تسويقي حلو 3 بواحد، ما هيك؟ yeah. طلع إنه الفرنسوي بيهمون كتير هالموضوع، لأنه في هون قدامي براءة اختراع فرنسية. أي نعم دكتور. تعمل بالضبط ذلك. Is this international ولا local? My device is international everywhere in the world. Everywhere in the world. Yes. كفكرة تجارية يعني جيدة، ولكن فيهاش ابتكار الصراحة. الابتكار هو تعديل النموذج البدائي لطريقة الأرجيلة أو الشيشة، فغيرت التصميم الأولي واقترحت أنه يكون تسخين عن طريق مسخن كهربائي هيتر. تسخين بالكهرباء هذا موجود، ما في جديد يعني. ممكن أنه نوقف الأرجيلة وندخنها أحسن شيء، شو رأيك؟ لجنة التحكيم لا تريد إلا الأفكار الجديدة، وكل شيء عدا ذلك مرفوض باللاءات الثلاثة. اختراعي هو المدن المتحركة أو الموبايل سيتيز في الخليج العربي. هذا الاختراع اللي أنت عم تحكيه موجود واسمه الجزيرة العائمة، واخدين عليه براءة اختراع. تسمح لي أدخل الفكرة الثانية وخلاص؟ أنه هلأ هيدي بعتنا إياها خلاص؟ فوت على الاختراع الثاني وإن شاء الله تكون عامل بحث أفضل من هيك. الاختراع الثاني هو عبارة عن الفليكسبل وول، بتستوعب جسم الانسان عليها فبتبدا تاخذ الشكل بتاع الانسان نفسه. انا اتوقع انه يعني هذا المشروع ما توا في بداياته، فانت اتوقع اذا تقدر يعني تقدر تحول هذه الفكره الى شيء عمل اختراع وتشتغل مع شباب الكتريكال انجينيرز ولا ميكانيكال انجينيرز، وخلال السنه القادمه يعني تفكر فيه وترجع لنا السنه الجايه يكون عندك مشروع متكامل ممكن حتى تعمل منه بروتوتايب. اختراع هو جهاز يمنع مرور مادة الهيدروجين سلفايد إلى داخل المباني التي يحميها الجهاز.
عندك يعني فكرة بإيش بتستخدم؟ شنو المادة اللي بتستخدمها؟ لا يعني جاي لهون طالب بدنا نساعده كيف؟ طبعا حنعلمك شو نسوي، شو تسوي يعني، شو الخطوة الثانية؟ هو مش كده تقريبا. في عندي هون تقريبا 60 طريقة لحل هذه المشكلة منتشرة بالعالم، 60 طريقة. الفكرة هي فكرة زراعية جديدة اللي هي shipping containers، فممكن نزرع في أي أراضي جافة. الكونتينر موجود، مش أنت مخترعه كمان. قلنا شو هي الابتكار العلمي؟ تخليط الهايدروبونكس والأكوبونكس مع الأركيتكتشر بتاع الكونتينرز. من الناحية العلمية صفر، من الناحية الإدارية والتجارية صفر، بيطلع أنا عندي نتيجة صفرين. لا أوكي أوكي، الله يكرمك يا كريم. اختراعي هو عبارة عن جهاز تنظيم الأدوية لكبار السن. طبعاً هذه موجودة. اي نعم، انا سويت دراسه. شيء جديد في يعني فكرتك يعني؟ انا سويت دراسه للاجهزه الموجوده حاليا في السوق، ووجدت ان في عده مشاكل في الاجهزه الموجوده. اخترت ميكانيزم اللي تستخدم في الفندنج ماشينز. المميز في جهازي انك راح تحط في الايتش تري وان تايم. خبرني عن المنطق، شو بصير خطوه خطوه، وكيف بدنا نستفيد من المعلومات للطبيب او للمستشفى او لاهالي الانسان المريض. يوم راح تعبي الجهاز راح تحط البرمجه ان تري اي It has this medication. When it dispenses the pill, it will record the time, the date, the type. Okay. وهذا راح يتخزن في الميموري حق الجهاز. ممكن مثلاً أهل المريض يتحكموا من مكان بعيد يعني في الجهاز اللي عندك يعني. يعني أنا فكرت فيه مثلاً ممكن الدكتور يبرمج البل. يعني الواحد بس يعبيها. والدكتور هو نفسه يرسل المعلومات للجهاز. ثاني شيء، أنا بعد حطيت المسد دوسز كومبارتمنت في الجهاز. إذا الشخص ما قدر ياخذ الدواء في وقته، اول شيء الحبه راح تروح في الكومبارتمنت تعزلها عشان تتجنب الجرعه الزايده. في مساهمه في فكره مهمه، وبالتالي حنعطيك هذه الفرصه، ولكن يعني امامك يعني جهد كبير في القضيه دي، ارجونا تتواضحها. انا شخصيا بقول لازم نعطيك فرصه للمرحله الثانيه. ادرس الفكره زياده واعمل فيها زياده واطورها ان شاء الله للمراحل القادمه. بتمنى منك ساعتها تحدد اكثر كل الفيتشرز اللي انت بدك تعملهم بالبروتوتايب. انا ايضا نعم، لكن اقول لك ركز على موضوع الابداع، ايش الجديد يعني. هذه كانت خطوه في سلم، المشوار طويل ان شاء الله، وانا ناوي ان شاء الله اكمل للنهايه. فنفرح اليوم ونستعد لبكره ان شاء الله. الكل يستعد ويركز. قساوه الدكتور مراد ورفاقه أصبحت مشهورة في كل أنحاء الوطن العربي، فكان من الطبيعي أن يرتعد جميع المشتركين ويتلعثموا ويضيعوا. نسبة المشتركين بأفكار جيدة كانت مش نسبة عالية كثير، معظم الأفكار كانت بسيطة أو غير مبحوثة بحث كافي يعني. جهاز المتحرر الذكي هو عبارة عن نسخة مطورة من جهاز البوليغراف أو جهاز كشف الكذب. يقوم بالتقاط المايكرو اكسبريشن، الخوف، الغضب، هابينيس، سادنس. بعض الامثله اللي حكيت عنها هي بتطلع طبعا في التي في سيريز اللي هي لاي تو مي. بدي خبرك اصدقائي بامريكا ودوا لي جهاز بيستنتج اذا انت عم تكذب ولا انت صادق. لا سمح الله انت تكون عم تكذب علينا هلا تقول ما معك خبر المونتاج. شو؟ لا انا صادق. انت صادق؟ انا صادق. انا بس شايفك عم تعرق. المقتنيات الشخصية مثل الهاتف الخليوي ومفاتيح وفلاش اليو اس بي الخاص. الفكرة جتني ان انا اربطها بشبكة لاسلكية مع بعض، بحيث مجرد خروجها من المجال تصدر تنبيه. طيب انت مطلع شو موجود بالسوق اليوم؟ اي مبالغ فيه بها كثير، ويعني ابسط واحد طالب. هاي المنتجات موجودة بالسوق مبالغ فيها، وانت اللي عم تتمناه منو مبالغ فيه؟ لا هذا بسيط جدا وفكرته سهله ورخيص. نحن بنرفض هذا، كلام غير علمي وغير منطقي وغير دقيق. هسه بدك وصف اكثر من هيك؟ انا لإلي لا، ما فيك تكون بالعلوم مش بالنجوم تبعها، بالعلوم مش موجود انت. لا ما بوافق اللجنه، لانه الفكره فكرت بها انا وشخصيه واضفت لها مميزات اخرى يعني. المميزات الإضافة اللي أنا أضفتها للابتكار. نحن صوتنا في عندك ثلاث أصوات إجماع اللجنة. يقول لك لا يعني. يقول لك لا. حاول. أتمنى لك تروح تتغدى وترتاح. أكيد بستمر، وفي أنا عندي اختراعات غير كثيرة. فكرة اختراعي هي طفاية تلقائية،
بتشتغل بعد رنين جرس الحريق. شايف منهم دكتور إبراهيم هودي؟ هاي موجودين في كل بيت. شنو الجديد اللي في كل اللي عندك يا روان؟ قولي لنا. نسيت صراحة نص الحكي بس. فينا نستخدم هون الكمبيوتر إنه الجرس الحريق بيعطي إشارة للطفاية تشتغل، يعني إنه شيء تكنولوجي بنفس الوقت. يلا ما في مشكلة. فكرة الاختراع التي ننوي نقدمها للجنة الحكم اليوم في برنامج نجوم العلوم هي عبارة عن إناء يقوم بالطهي بشكل تلقائي. هذا مش نموذج ولكن جهاز متوفر في السوق بس لتقريب الفكرة، تقريب المفهوم. طبعاً فيها ميكانيكال وإلكتريكال إنجينيرينج ديزاين مع سوفتوير ديفلوبمنت مع مايكرو كنترولر، بيكون مايكرو كنترولر يتحكم في العملية. الفكرة راح تكون عبارة عن كاسات في ميكانيكال جيت هنا تتبطل بشكل تلقائي. كل واحدة بتحتفظ على بمادة مختلفة ولا كيف؟ شنو؟ نعم، احنا خلنا ناخذ اي وصفة. عندك برياني مثلا، ضيق رز، بتحتاج رز، لحم، زعفران، فبالتالي انت كمستخدم راح تزود الاناء بالماء على حسب التعليمات في الوصفة. انت بحكم الوصفة تقول لك اولا اغلي الماء لمدة 15 دقيقة، فهاي هو الكوماند او هاي هو الامر اللي راح يروح حق الشيب. بعد الغلي سنسرز، اضف الرز. اختراعك يذكرني بالفيلم ترانسفورمر. فكرت انت كم خزان راح يكون في عندك؟ سؤال ممتاز جدا يا طارق، شكرا لتقييمك لاسئلتنا. يعطينا علامات. الوصفات متعدده، ممكن وصفه بثلاث مكونات، اربع مكونات او 10. كيف بدك تسيطر على الفالف اللي بده ينزل اللي هي الكميه بدها تكون مدروسه على الأرض؟ سؤال ايضا وجيه. شكرا. عشان كذا احنا خليت التحكم صار في يد المستخدم، محتاجين نص طماطه يحط نص طماطه. بدي اياك تفكر بالهاردوير والسوفتوير والباور والابلكيشن والميكانيكال ديزاين، قادر تعملهم كلهم جمعتين هودي؟ اعتقد نعم. بقى انا من هالناحيه هي بقول نعم ومشروطه باللي بدك تقدم لنا اياه. وانا اقول ايضا نعم، يعني فكره صراحه جيده وحلوه. شكرا. عندك اجماع اللجنه لانه كل اللجنه جوعانه بدها تاكل. مبروك. محتاجين لهم حاجه ملموسه فعلا تقنع فيها اللجنه، فان شاء الله احنا راح اشتغل الى اللقاء القادم على هذا الشرط ان شاء الله. انتهت طبخة قطر بقائمة شهية من ثلاثة مبدعين: محمد العليان من الأردن، جابر الحنزاب من قطر، خالد أبو جسوم من قطر. في قطر لقينا مبدعين متفوقين، لكن رحلة البحث ما انتهت هنا، فالعمل الشاق لإيجاد المبدعين العرب الأفضل مستمر. الحلقة المقبلة ستكون متابعة لمسيرة البحث الطويلة، وأربع محطات جديدة تنتظرنا. حلقتنا وصلت إلى نهايتها، مثل ما على الحب التقينا على الود، دائما نلتقي. تصبحون على ألف خير. جولة الاختيار الأولى التي شملت كل من مصر، الكويت، الإمارات وقطر انتهت، وفي نهايتها 11 مشتركاً كللوا بالنجاح. فما هي حصيلة الجولة الثانية التي ستجري في السعودية، تونس، لبنان والأردن؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة المقبلة.